الجنانية تأدى النزاع في الجنان إلى تدهور الوضع. هنا بشرك المساوين للأسف، ويما تمكن العاملون لملاذ المساعدات الإنسانية إلى النفوذ إلى المتاجين إليه. وهذا لقد جلجلت مدينتين تاز والحديبية بعد معدة العالم تسود تغدى الحال خاصة بين الأطفال. كان معكم المخيم طوال النازلين قرب العاصمة اليمنية صنعاء، مراسلكم محمد فارس. شكرا لكم.